السلام عليكم. وعايز اسمع كده. الله يبارك فيك، تفضل. كنت عايز في تطبيق على التليفون، في ناس بيستعملوه لو عايزين يعملوا جمعية، كل واحد بيدفع للتطبيق الفلوس، وكيف اخر التطبيق بيوزع الفلوس. لا يجوز، لأنهم بيأخذون مبلغا مقابل الخدمة إذا أعطوك دورك في الجمعية أولا، فيأخذون أموالا مقابل ذلك. هما مش بياخدوا فلوس مقابل ذلك، بس هو لو حد اتأخر بيعملوا عليه غرامة، فهل ده ربا؟ لا، ابتعد عنها، أنصحك. تمام.